إلى أين يتجه النظام العالمي الجديد؟ وهل العالم مقبل على حرب باردة من نوع آخر تنضم إليها هذه المرة الصين؟ حاول العالم استقراء إلى أين يتجه العالم من خلال كلمات الرؤساء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. نتوقف عند أهم تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي قال فيها واشنطن لا تسعى إلى حرب باردة جديدة أو إلى عالم منقسم وكتل جامدة، وقال أيضا إنه لا يسعى إلى حرب باردة مع الصين رغم المنافسة الجيوسياسية والاقتصادية بينهما. الرئيس الصيني على الجانب الآخر قال إنه يسعى الصين وأنه يطلب من العالم أن يكون عالم متساوي وأن يطلب من الأمم المتحدة أن تتعامل مع الدول بشكل عادل ومتساوي، بينما الأمين العام للأمم المتحدة حذر من أجواء الحرب الباردة وطالب الولايات المتحدة والصين بأن يحل الخلافات بينهما قبل أن يتأثر العالم كله بتفاصيل المنافسة بينهما. نتحدث عن هذا الموضوع في حلقة اليوم من خطوط تماس مع ضيفنا الكريم الدكتور أحمد سيد أحمد الخبير في الشؤون الدولية والأمريكية بالأهرام. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك أستاذ دين. اسمح لنا في البداية أن نخرج ونخرج معكم أيضا مشاهدين لمتابعة هذا التقرير ثم نبدأ النقاش. في أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن بلاده لا تسعى إلى حرب باردة جديدة مع الصين، مؤكدا تمسكه بالنهج الدبلوماسي والمتعدد الأطراف، في حين يتهمه حلفاء أوروبيون بعدم التنسيق معهم في أحيان كثيرة. الرئيس الأمريكي أكد أن بلاده لا تسعى إلى عالم منقسم إلى كتل، لكنه شدد على أن واشنطن متمسكة بالتصدي بقوة لمحاولات البلدان الأكثر قوة فرض هيمنتها على الدول الأكثر ضعفا دون أن يشير صراحة إلى الصين. بدوره تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ من منبر الأمم المتحدة بأن بلاده تسعى إلى علاقات سليمة مع دول العالم، مؤكدا أنه يوجد في العالم نظام دولي واحد فقط، وأشار إلى أن بلاده لا تسعى إلى حرب باردة ولا تريد تقسيم العالم ولن تهاجم أبدا أي دول أخرى. كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في 15 من سبتمبر الماضي تشكيل تحالف استراتيجي جديد بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا يعرف باسم أوكوس، ما أشعل أزمة حادة بين ضفتي الأطلسي لأنه تم بدون علم الفرنسيين الذين خسروا جراءه صفقة ضخمة أبرمتها كانبيرا مع باريس لشراء غواصات فرنسية الصنع بقيمة 40 مليار دولار واستبدلتها بغواصات أمريكية. وعلى خلفية اتفاقية أوكوس استدعت فرنسا سفيريها من الولايات المتحدة وأستراليا الأسبوع الماضي واتهمت بايدن بطعنها في الظهر. في غضون ذلك قالت روسيا على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن تحرك أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لإنشاء شراكة أمنية فاجأ حلفاء الناتو أكثر من الذين تسميهم الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة بخصومهم. وتعتزم أستراليا بشكل خاص من خلال الاتفاقية استخدام التقنيات الأمريكية لبناء ما لا يقل عن 8 غواصات تعمل بالطاقة النووية، وسيبدأ تشغيل أولها في عام 2036 بالإضافة إلى تزويد قواتها المسلحة بصواريخ كروز أمريكية الصنع. أهلا بكم مرة أخرى دكتور أحمد. تصريح بايدن بأن واشنطن لا تسعى إلى حرب باردة أو إلى عالم منقسم أو كتل جامدة،
لكن في نفس الوقت يذهب لإبرام اتفاقية الأوكوس مع بريطانيا وأستراليا. اشرح لنا يعني ماذا كان المقصود من هذا التصريح وكيف يترجم هذا الاتفاقية على أرض الواقع؟ يعني في الواقع أن الرئيس بايدن رغم أنه ينفي عزمه الدخول في حرب باردة، إلا أنه عمليا أمريكا تدخل في حرب باردة مع الصين من قبل عهد بايدن، حتى منذ عهد الرئيس ترامب، وحتى من قبل منذ عهد الرئيس أوباما حقيقة، لأن مفهوم الحرب الباردة الذي يعني فيه ترامب هو يعني في تكرار تجربة الحرب الباردة، إبان التنافس بين أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية في بعد الحرب العالمية الثانية وحتى سنة 90 والاتحاد السوفيتي السابق. من ناحية أخرى كان هناك كتل جامدة، الكتلة الشرقية تقودها الاتحاد السوفيتي في مواجهة الكتلة الغربية التي تقودها أمريكا، حلف الناتو في مواجهة حلف وارسو، وبالتالي كان هناك نوع من الحرب، صحيح ليست باردة بمعنى أنها لم تكن حروب عسكرية موجهة، لأن توازن الردع النووي ساهم في منع هذه الحروب، وبالتالي أخذت حروب باردة في معنى حروب حول الأفكار، حول ضم حلفاء، حول يعني حروب بالوكالة، يعني كانت أخذت شكل مختلف، لكن لم تصل إلى المستوى العسكري. هو بيحاول أن ينفي أن العلاقة مع الصين هي علاقة حرب، وإنما يحاول أن يوصفها بأنها علاقة تنافس، لكن أنا في اعتقادي أن ما يحدث هو حرب باردة، بمعنى باردة من ناحية ماذا وجديدة من ناحية ماذا؟ باردة أنه ليست حرب عسكرية، لأن الحروب العسكرية صعبة في ظل توازن القوى النووية وفي ظل الدول الكبرى لا تتصادم، لأن صدامها سيكون فناء للعالم، سيكون يعني كارثة كبيرة وتكرار للحروب العسكرية الكبرى في التاريخ. ولكنها من هذا من منظور، لكن هي من منظور مفهوم الحرب، هي حرب، والحرب تاخذ اشكال مختلفه، حرب اقتصاديه كما رأينا في حرب الرسوم التجاريه بين الصين وبين امريكا كما رأى ترامب، هناك حرب ايضا حول النفوذ في العالم في مناطق مختلفه من العالم، حرب حول صراع حول حل التنافس العسكري، يعني الصين تزود قواتها العسكريه مقابل القوى الامريكيه، يعني هناك حروب متعدده، حروب اقرب الى الوكاله، بمعنى ان امريكا تدعم اطراف معينه تخدم مصالحها في مقابل ان روسيا والصين من ناحيه اخرى تدعم اطراف، خاصه ساحه هذه الحرب هي الدول التي تشهد صراعات وحروب اهليه، يعني كما رأينا في سوريا في 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 ليبيا في مناطق مختلفه، الملفات الازمات العالميه، الملف النووي الايراني، غيرها من الملفات، كل طرف بيدعم او يعني ياخذ موقف مختلف عن الثاني او مقابل له في مقابل مصالحه. الفكره الاساسيه في الحرب البارده هي مختلفة جديدة، بمعنى أنها ليست فقط أن اللاعب الجديد ليس الاتحاد السوفيتي وإنما اللاعب الجديد الآن هو الصين، ولكن جديتها في ركائز هذه الحرب. الحرب الباردة كانت حرب أيديولوجية، يعني كانت فكرة الاشتراكية التي قودها الاتحاد السوفيتي والشيوعية مقابل الفكرة الرأسمالية والليبرالية والنظم الديمقراطية، وكان كل الاتحاد السوفيتي يعني يحاول أن يضم كتلة شيوعية كبيرة، الصين وكوريا وكبرانيا وكل هذه الدول. الآن ليست حرب أيديولوجية لأن هي حرب اقتصادية، بمعنى آخر الاقتصاد هو الذي يقود السياسة الآن في العلاقات الدولية، المصالح التي تحكم سياسات وتحالفات الدول في العلاقات الدولية، وليست الأفكار أو الأيديولوجيات الجامدة كما كان بين الحرب السابقة. عمليا هناك حرب، هناك تنافس استراتيجي، وهذا أيضا ظهر في استراتيجية الأمن القومي الأمريكي التي حتى في عهد أوباما ثم في عهد ترامب ثم الاستراتيجية المؤقتة في عهد الرئيس بايدن، والتي اعتبرت الصين رقم واحد كما أيضا ترامب وليس روسيا، هي المنافس الخصم الاستراتيجي الأول لأمريكا. طيب يعني ما هي نظر هذه الحرب الباردة كما تتعامل معها الولايات المتحدة طبعا بمفهوم الحرب الباردة الجديدة؟ يعني هل يمكن أن نتحدث عن اتفاقية أوكوس كأنها يعني خطوة في هذا الاتجاه، هي تضغط في النهاية على الصين بشكل كبير والصين فعليا تشعر بالقلق؟ نعم، هذا جزء من صور الحرب، هو فكرة التحجيم. أمريكا لديها هدف استراتيجي هو تحجيم الصعود الصيني، الصعود العسكري الصيني، الصعود الاقتصادي، الصعود السياسي الصيني، باعتبار أن يعني الجوهر الصراع الاستراتيجي في العالم الآن هو حول هيكل النظام الدولي. النظام الأحادي القطبية الذي ساد من 91 بعد انتهاء الاتحاد السوفيتي حتى يعني يمكن 2015 أمريكا تسيطر على العالم، يعني هي القوة الاقتصادية العظمى، القوة العسكرية العظمى، كل مقومات القوى الشامله. لكن من 2010 2015 بدات تظهر قوى اخرى منوءه تسعى لامتلاك القوى الشامله اللي هي الصين، القوى العسكريه الصينيه. الصين في ميزانيه 21 300 مليار دولار بعد امريكا، وحتى سبقت الاتحاد السوفيتي او روسيا عفوا الاتحاديه ميزانيه العسكريه 70 مليار دولار، بينما ميزانيه امريكا 760 مليار، وبالتالي الصين الان تمتلك حاملات طائرات، صواريخ باليستيه. الصين ثاني قوه اقتصاديه على مستوى العالم، الصين ايضا تدخل من قوه ثقافيه من منظور يعني توسيع اللقاحات للدول العالم الناميه، ويعني مساعدات انسانيه، طريق الحرير والمشروعات التنميه، وبالتالي الصين هي المهدد الذي يستهدف في نهايه المطاف تغيير النظام الدولي من الاتحاد القطبيه الذي ساد بعد الحرب البارده من 91 لاكثر من عقدين ونصف الى نظام متعدد الاقطاب. هنا الصين في امريكا وجهان، هنا الحرب،
امريكا تحافظ على الهيمنه الوحدات القطبيه وترى ان الصين مهدد لها وبالتالي تسعى لتحجيم الصين، ايضا روسيا في نفس يعني بعد الصين او في نفس الاتجاه تسعى الى التعدد القطبيه. ولذلك هنا الاستراتيجيين لكل من امريكا والصين تسيران في الاتجاه المعاكس، بمعنى الصين تقوم بذات قوتها وقدرتها الشامله، تقوم بالتحالف مع روسيا في مواجهه القوى النفوذ الامريكي. امريكا في المقابل تقوم بزياده قوتها الاقتصاديه والعسكريه، ويعني فكره امريكا اولا وبناء القوى الامريكيه والقوى، والمحور الثاني او التحرك الثاني في الاستراتيجيه هو بناء التحالفات السياسيه والامنيه، ومنها هذا التحالف الذي جرى مؤخرا تحالف اوكوس بين استراليا وبين بريطانيا واستراليا وامريكا. هذا التحالف بالطبع هو مستهدف الصين، لان امريكا يعني بعد انخلاع يعني بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بدات تركز الاتحاد الاوروبي كدول في محور اخر، المحور الروسي. يعني عندما زار بايدن واجتمع بقمه السبع وحلف الناتو كان الهدف ترميم الشروخات مع الاتحاد الاوروبي لجعل الاتحاد الاوروبي يصطف في طريق مع امريكا لمواجهه روسيا. على نفس الحال هنا بيسعى الحلفاء استراليا، الهند، كوريا الجنوبيه، اليابان لنوع من الاصطفاف لمواجهه الصين. طيب بس يعني هناك لبس حتى في استراتيجيه الولايات المتحده لتكوين تحالفات جديده، يعني هي بايدن حاول اصلاح ما افسده ترامب في العلاقات مع الاتحاد الاوروبي، ثم جاءت اتفاقيه اوكوس لتجعل هناك ازمه دبلوماسيه بين الولايات المتحده وفرنسا، ايضا بريطانيا مثلا وهي حليف استراتيجي للولايات المتحده احبطت ايضا بسبب عدم وجود اتفاقات شراكه متوقعه كانت بين الولايات المتحده وبريطانيا، فما الذي تفعله الولايات المتحده؟ هذا نقطه مهمه، لان هذه الاستراتيجيه الامريكيه، لكن على ارض الواقع هناك نوع من التخبط او التناقض في الاستراتيجيه الامريكيه، بمعنى اداره بايدن تبدو يعني تقدم خطوه للامام ثم تتراجع خطوتين للخلف. يعني هي نجحت في بدايه عهدها في ما يسمى ترميم الشروخات مع الحلفاء التي يعني اعتبرت ان ترامب افسدها بسياساته، الحروب التجاريه، يعني علاقاته متوتره مع حلف الناتو والحمايه مقابل المال وهذه الامور، وطمأن فعلا الاوروبيين ان هي علاقات قويه بين ضفتي الاطلسي، ايضا حلف الناتو الحفاظ عليه، وهذا اعطى رساله طمأنه للاوروبيين، لكن الافعال انقلبت تماما. صحيح. اولا في عندما انسحب من افغانستان بطريقه انفراديه دون ان يعني يشرك معه الحلفاء، ويعني انقعدت اوروبا بشكل كبير، لان القرار الامريكي وترك الاوروبيين يعني يبحثون عن رعاياهم كانت مشكله كبيره، دفعت حتى الجانب الاوروبي لمفاهيم يسمى الانخلاع من العباءه الامريكيه، جيش اوروبي او حتى قوه عسكريه. ايضا في نفس الاطار في المحور الثاني ايضا جاءت الاتفاقيه اللي بتعمل شروخ مع الجانب الفرنسي وهو الحلفاء الاوروبيين، يعني كيف تترمم هذه الشروخات ثم تحدث ازمه كبيره وصلت لاول مره في التاريخ، اول مره في تاريخ العلاقات الامريكيه الفرنسيه ان يتم استدعاء السفير الفرنسي. نعم. هتعتبر ازمه حقيقيه. يعني لودريان قال انها طعنه من الزهر، وحتى في حتى بان الانسحاب الانفرادي من افغانستان وهذا المشهد الفوضوي، قال الاوروبيين ان امريكا لم يعد أو لم تعد حليف موثوق به، وبالتالي أعطى رسالة سلبية بأن أمريكا لا يمكن الاعتماد عليه. نفس المحور الآخر مع الحلفاء في شرق آسيا، يعني الملاحظ أن أبرم الاتفاقية بين من؟ بين بريطانيا واستراليا، أو ما يسمى المحور الأنجلو ساكسوني. وبالتالي تم تهميش من؟ تم تهميش لم يشرك اليابان، مش كوريا الجنوبية، رغم أنه سعى لاصطفافها في مواجهة الصين، وهذه الدول أيضا لديها قلق وتوتر مع الصين ولديها مخاوف مع الصين. وبالتالي هنا الاستراتيجية الأمريكية بايدن في فكرة بناء الشراكات مع الحلفاء لاحتواء خصوم الاستراتيجيين، الصين في الشرق وروسيا في الشمال مع الاوروبيين، هذه الاستراتيجيه الخطوات التي تحدث على ارض الواقع تاتي معاكسه لما يحمله. طيب كيف يمكن تفسير ذلك؟ لانه بايدن قال ايضا امام اجتماع الجمعيه العامه للامم المتحده انه الولايات المتحده في الفتره القادمه ستنتهج نهجا دبلوماسيا جديدا ستحل به ازمات كبيره جدا ومنعطف خطير يواجه العالم. هل هذه هي السياسه الامريكيه الجديده؟ يعني ما نراه على الارض من 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 تطبيقات او من خطوات حقيقيه؟ أنا في اعتقادي أن إدارة بايدن هي في مأزق حقيقي، يعني لم تبلور حتى الآن سياسة واضحة في التعامل مع القضايا والأزمات العالمية أو مسمى نسميه العقيدة، عقيدة السياسة الخارجية في عهد إدارة بايدن. يعني هو حتى يعني في الفترة السابقة حتى يعني 9 شهور أهو كل ما عمله يتسم بأمرين، الأمر الأول هو انقلاب على سياسات ترامب، يعني التراجع عن سياسات ترامب، يعني الانسحابات راجعة مرة أخرى للمنظمات الدولية، كل قرار ياخذه ترامب ينقلب عليه. الأمر الثاني هو يتكلم عن فكرة مفهوم الدبلوماسية الهادئة، أن يعني سيحل الدبلوماسية الهادئة مكان القوة العسكرية، وأن يعني فكرة عدم الانخراط العسكري الأمريكي في أزمات العالم بشكل مباشر مقابل الدبلوماسية، لكن الدبلوماسية في نهاية المطاف لا تحل مشكلات ولا تحل أزمات، يعني لم تحل حتى يعني وجربنا الدبلوماسية في مثلا في ملفات مثل الملف الفلسطيني أنا الدبلوماسية الأمريكية، في ملفات حتى في قضايا زي أفغانستان لم تنجح الدبلوماسية حتى في بناء الدولة وإنهاء الحروب، في كل الأزمات في العراق يعني الدبلوماسية الأمريكية غير واضحة.
وبالتالي هو الرجل يحاول ان يبرر فكره الانسحاب الامريكي يعني من اكثر من مكان، لان هذا الانسحاب ايضا هو جزء منه اعاده تموضع للتركيز على الصين. بمعنى اخر، عندما نتذكر لويد اوستن وزير الدفاع الامريكي عندما زار اليابان وكوريا الجنوبيه في مارس من هذا العام، كانت اول زياره خارجيه له. قال تصريح شهير جدا وهو في على الطائره المتجهه الى اليابان، قال انه في الوقت الذي كانت امريكا تحارب فيها الجهاديين في الشرق الاوسط وافغانستان، كانت الصين بتبني قواتها العسكريه وقدراتها العسكريه. بمعنى اخر، ان العقليه او العقل الاستراتيجي الذي يصنع القرار الامريكي الحقيقي اعتبر ان هناك انخراط امريكي مباشر في الازمات، هذا استنزف امريكا، يعني 2 تريليون دولار في افغانستان، في العراق 6 تريليون بمفهوم التكلفه العامه، في سوريا، في 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 افريقيا، الانخراط العسكري المباشر. وبالتالي الصين اعطى فرصه للصين امريكا تستنزف. طيب، هل يمكن ان تتغير هذه السياسه؟ بمعنى الانسحابات الامريكيه التي تتحدث عنها حضرتك، يعني من العراق، من سوريا، من افغانستان، هل يمكن ان يحدث هذا وتكتفي الولايات المتحده بقواعدها الموجودة سواء في الشرق الأوسط أو على تخوم يعني الصين والمناطق التي يعني تحيط بمناطق النزاع في آسيا؟ المشكلة في المقابل، إذا كان الهدف الأمريكي من الانسحاب هو مواجهة الصين وتوفير النفقات وعدم الخطط العسكري المباشر، أيضا يأتي بنتائج أخرى سلبية، بمعنى خطأ استراتيجي، لأن الانسحاب الأمريكي سيترك فراغات. من يملأ هذه الفراغات هو الصين، يعني الصين وروسيا، يعني عندما انسحبت امريكا وتخبطت في سوريا، من ملأ الفراغ في سوريا هو روسيا المنافس لامريكا. فافغانستان الان الصين تسعى لاقامه علاقات مع طالبان لملء الفراغ الامريكا، وبالتالي هنا كان العقل الامريكي لا يفهم حتى الانسحاب من الشرق الاوسط ومن العراق، ولا يعني لم يدرك ان هذه المنطقه هي احد الساحات الرئيسيه للتنافس الامريكي الصين. عندما ينسحب منها بيترك المجال امام الصين حتى اقتصاديا، يعني المشروعات الاقتصاديه الصينيه في الاعمار، في كذا، في افغانستان الان الصين تحاول ان تستفيد من الموارد الضخمه اللي افغانستان، وبالتالي السياسه الامريكيه في تخبط، لانها تدعي مع الحلفاء، تدعي انه لا يوجد هناك حرب بارده، بينما اداره بايدن هي متخبطه، يعني لا تدرك المشكله. ان عندما كان الرئيس ترامب واضحا قال امريكا اولا، وبالتالي امريكا لن تكون يعني شرطة العالم، ولن تتحمل الحمايه عن الاخرين، وعليها ان تركز في قواتها، وبدا الرجل يعني يطالب من الحلفاء والخصوم، يعني دخل في صراع مع الكل، فكره الرسوم والحمايه. بايدن جاء يعني بي 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 يعني بيسمي كل حال ان يعيد الوجه الدبلوماسي، الوجه الناعم لامريكا، الوجه الدبلوماسي، يتكلم عن حقوق الانسان، عن الديمقراطيه، ويسميه تحالف الديمقراطيات، ان يعني فكره المساواه، يعني كلها خطاب يبدو في النهايه في العموميات، الخطاب الامريكي اللي هو المميز للادارات الديمقراطيه. لكن في نهايه المطاف هناك صراع ما بين المصالح الامريكيه او الواقعيه في المدرسه الامريكيه في السياسه الخارجيه والمصالح، وبين المدرسه المثاليه او ما يسمى القيم والاخلاق وحقوق الانسان. لكن عندما يعني هذا الصراع يعني يمكن نختصره في انه صراع بين توجهات الاداره الديمقراطيه وبين الدوله العميقه في الولايات المتحده، ام ماذا؟ لا، نقول ان هناك توجهين في السياسه الامريكيه، فكره التوجه الواقعي المصالح، وتوجه فكره التوجه المثالي اللي هو بتركز على الديمقراطيه وحقوق الانسان. الجمهورين دائما يلتزمون بالواقعيه، بالمنهج الواقعي. هذه ادوات، يعني هناك الاستراتيجيه واضحه وثابته، امريكا دوله كبرى، دوله عظمى، تعرف ماذا تفعل يعني. لكن الادوات احيانا فيها مشكله، يعني الماء احيانا بيمزج بين يسمى العصا والجزره، يعني القوه العسكريه، استخدام القوه العسكريه، الانخراط العسكري، دائما الجمهورين بيتسموا به المنهج، فكره يعني الاساس الواقعيه والقوه الصلبه. الديمقراطيين يركزون على الدبلوماسيه، حقوق الانسان، لكن في نهايه المطاف ما هي الا يعني ما هي شعار باطنه ظهور الرحمه وباطنه العذاب، ما هو الا غطاء للتدخلات الامريكيه والمصالح الامريكيه. يعني كمان كلعبه ادوار الامريكان، يعني فكره مفهوم حقوق الانسان لا تعد قيمه اساسيه جوهريه في السياسه الامريكيه، وانما هي تستخدم كاداه في التدخل في شؤون الدول الاخرى، تستخدم سلاح العقوبات ايضا من منطلق حقوق الانسان لتوظيف مصالح امريكيه والضغط على الدول الاخرى. وبالتالي لان امريكا يعني هناك انتهاك حقوق الانسان حتى في امريكا، يعني في كما راينا في الكونجرس الامريكي، وفي يعني في ضد السود الامريكيين لم يتخذ موقف ضد هذه الانتهاكات. ايضا في اوروبا، يعني ازمه المهاجرين عندما وضعوا المهاجرين في شاحنات في على الحدود بين الدول الاوروبيه، يعني اماكن غير ادميه، ومع ذلك لم تتخذ امريكا موقف عن حقوق الانسان. وبالتالي فكره ادعاء لاداره بايدن دائما بان مفهوم حقوق الانسان او الديمقراطيه هي كلها ترفع شعارات، لي يعني شعارات ظاهرها الرحمه لكن باطنها المصالح، باطنها العذاب، تؤدي الى مشكلات. حتى كان يعني ترامب واضحا قال ان التدخلات الامريكيه في دعم الثورات وفي دعم ما يسمى الديمقراطيات او فرض الانظمه من الخارج يعني كلها فاشله، لانه لا يمكن لامريكا ان تفرض نظام ديمقراطي او تفرض انظمه من الخارج او تفرض نظام حكم معين. فشلت في افغانستان، في العراق، في الصومال، في كل الدول التي دخلت فيها. وبالتالي هنا السياسه الامريكيه هناك مصالح استراتيجيه، الصين هو الخصم الاستراتيجي الان، امريكا تحاول ان تبلور سياسات وادوات للتعامل مع هذا الامر.
إما بالانسحاب، وهذا أيضا في أخطاء استراتيجية كبيرة، لأن الانسحاب وترك يعني بعد استثمار 20 عاما من القوة في أفغانستان أو في العراق ثم تترك مباشرة هذا الأمر للصين، هو يؤثر على المصالح الأمريكية. ايضا الادوات الامريكيه فيما يتعلق بالدبلوماسيه واستخدام حقوق الانسان وياتي بنتائج عكسيه ايضا ويثير مشكلات مع امريكا. ثم الاخطر من هذا ان امريكا بدات مفهوم البراغماتيه والانتهازيه والنفعيه، يعني حتى صفقه الغواصات يعني فرنسا كانت تعاني وكانت بالنسبه لها صفقه القرن، يعني الصفقه يعني اخر احصاء او يعني كما ذكر انها 56 مليار يورو، يعني 65 مليار دولار، كانت يعني سموها صفقه القرن بالنسبه عندما قامت امريكا بخطفها. يذكرنا بموقف خطف الكمامات الطبيه في المطارات توجيها الى واشنطن، بمعنى ان امريكا اعطت رساله انها كحليف لا يمكن الاعتماد عليه، ان فكره الشراكات حتى داخل المعسكر الواحد او التحالف الغربي او الكذا الاولان الاوروبيين بداوا يبحثون عن يعني مسمى تمايز او استقلاليه عن السياسه الامريكيه وعن الاعتماد بشكل كامل على امريكا. ينضم إلينا الآن عبر الهاتف دكتور أشرف سينجر، أستاذ السياسات الدولية وعضو المجلس المصري لشؤون الخارجية. دكتور أشرف، يعني التصريحات الأمريكية، تصريحات الرئيس بايدن أمام الأمم المتحدة مع الخطوات الأمريكية على أرض الواقع، علاقاتها مع أوروبا، منافستها مع الصين وروسيا، انسحابها من أفغانستان، هل يمكن القول أن هناك حالة من التخبط أم أن هناك خطة أمريكية تعلي فيها مصلحتها أولا؟ لا، هناك طبعا خطة أمريكية لتجديد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أن إدارة بايدن الآن بتجمع كل القوة في السياسة الخارجية في السياسة العسكرية لمحاولة احتواء الصين ومواجهة الصعود الصيني. يعني التحركات الآن مدروسة وليست عشوائية بل أنها مرتبة يعني للغاية. يعني الانسحاب من أفغانستان كان له مبرر بأن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت أن تساعد الحكومة الأفغانية، ولكن للأسف الأفغان اعتمدوا على مساعدات وتلقي المساعدات الأمريكية ولم يبنوا دولتهم كما يعني كان واضح في يعني ضعف الدولة وضعف الحكومة أمام يعني حركة غير مرتبة نجحت في أنها تسيطر على الأفغان. انسحاب أمريكا من الشرق الأوسط برغم ما نتوقع، بل انهم يعني الان ينصبون ايديهم من اي التزامات مستقبليه حول قضايا الشرق الاوسط باعتبار انها ليست مهمه الان. تركيز الولايات المتحده الان حول منطقه اسيا، حول الصعود الصيني، وده طبعا تاكد بالتحالف المحدد مع استراليا وبريطانيا في منطقه المحيط الهادي تحديدا يعني مقاومة الصعود الصيني. إذا ما تجاوز الصعود الصيني يعني مفهوم الهيمنة الأمريكية أو حاولت الصين أن تهدد الولايات المتحدة الأمريكية في هيمنتها في منطقة آسيا. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور أشرف سينجر، أستاذ السياسات الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. طيب دكتور أحمد، عند الحديث عن التصريحات الصينية، الرئيس الصيني قال أن بلاده تسعى إلى علاقات سلمية مع كل دول العالم، وقال أن الصين لن تهاجم أبدا أي دول ولن تسعى لإحلال هيمنتها. ما هي الرسائل التي أرادت أن ترسلها؟ هل هي رسالة طمأنة أم ماذا؟ أنا في اعتقادي أن الصين تتحرك بحنكة أكثر من السياسة الأمريكية. يعني الصين دائما هي تصعد ولكنها لا تريد أن تحدث صدمات مع أحد حتى مع الجانب الأمريكي. تعطي رسائل أولا لأمريكا يعني نوع من التخدير، يعني أننا لسنا في صدام مع أمريكا، لكن الأهم هو فكرة رسائل الدول الأخرى، الدول العالم النامي، الدول المختلفة، دول الحليفة، تقول أنه مقارنة بالهيمنة الأمريكية والتدخل الامريكي في شؤون الدول الاخرى والقوى العسكريه ويعني والدمار الدول وكل هذه الامور، الصين لا تكون بهذا الامر. الصين تتدخل من منظور اقتصادي، مدخل تنموي، الشراكه التنمويه في العالم، تتكلم فكره المساواه بين الدول، يعني فكره السياده، حقوق يعني احترام
مبادئ الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخليه، فيقدم خطاب يلقى يعني قبولا لدى كثير من دول العالم ذات النامي ودول حتى الدول المختلفه، ان النمط الصيني في اداره العلاقات الدوليه او في الرؤيه الصينيه في السياسه الدوليه مختلفه عن السياسه الامريكيه. هذا الصين تقدم نفسها كبديل، انها يعني تقول اننا ان من الافضل ان يكون هناك قطب اخر موازي للقطب الامريكي. القطب الامريكي جربنا مفهوم يعني الرساله، جربنا ثلاث عقود من الحدود القطبيه ادت الى اضطراب العالم، تصاعد الارهاب، انهيار دول، يعني فوضى بسبب التدخلات الامريكيه. لكن لابد من ان يتم يعني تغيير هذا النظام الى نظام دولي يكون فيه دول مثل الصين وروسيا. هذه الدول يعني كما يقول تعلي من قيم القانون الدولي، القواعد القانون الدولي والامم المتحده والمساواه واحترام الدول، عدم الهيمنه، عدم التدخل. وهو الخطاب حقيقه بيعبر ان الصين بتتحرك بنوع من الكياسه، نوع من الذكاء جدا. هي تبني قواتها، يعني نلاحظ حتى في التجربه الصينيه بدات في التنميه القوى الاقتصاديه، حتى اصبحت ثاني قوه اقتصاديه في العالم وتسعى ان تسبق امريكا. وفي هذه الفتره لم تهتم بالقوى العسكريه، حتى القوى السياسيه لم تترجمها في قوى سياسيه. بمعنى كانت الصين في الامم المتحده دائما تستخدم الامتناع عن استخدام حق الفيتو، رغم ان هي عن التصويت، رغم ان معك الفيتو. بدات القوى الاقتصاديه بدات تترجم الى قوى عسكريه وسياسيه. قوى سياسيه تتدخل في ازمات كثيره ولها موقف سياسي في مجلس الامن، تستخدم الفيتو، استخدمت الفيتو في الازمه السوريه اكثر من مرات عديده، في الملف الايراني، في ميانمار، في ازمات كثيره، في الازمات والقضايا التي تهم مباشره الجانب الصيني او كان ضد القوى الامريكيه، ان الصين ترفض فكره التدخلات الخارجيه الامريكيه في الدول الاخرى، وبالتالي بدات تترجم قوى سياسيه، بدات تترجم قوى عسكريه. كما اشرنا الميزانيه العسكريه لاول مره 300 مليار دولار، رقم خيالي على حملات طائرات. وبالتالي الصين تقدم نفسها يعني حتى في ازمه كورونا حاولت ان يعني ان تقدم انه في الوقت الذي كان فيه نوع من الأدنية من الجانب الغرب الدول الغربية فيما يتعلق باللقاحات، وأنا 80% من هذه الدول استأثروا باللقاحات، بينما الدول النامية 2% من العالم لم يتلقوا اللقاحات. بدأت الصين تقدم تقول أنها مساعدة للقاحات، إنتاج اللقاحات في الدول النامية، تكتب شراكات مع الدول. وبالتالي الصين تقدم نفسها أنها البديل الأفضل أو الأنسب أو المثالي أو البديل غير عن الجانب الامريكي. طب ما هي في ذلك تحاول ان تصنع من نفسها قطبا اخر ايضا. طبعا لا، هي طبعا قطب، ولكن قطب يعني ليس قطب هيك القطب القطب الامريكي. يعني هي تريد ان تكون قطبا لكن ليس منافسا او في صراع مع احد. لا، هي منافسه لامريكا لكن ليست على الطريق على غرار القطب الامريكي. يعني يعمل لك هيك انها تحل محل امريكا في النظام الدولي. يعني او الجانب الامريكي انها يعني تقول انها توازن الهيمنه الامريكيه، انها توازن يعني في مقابل التدخل الامريكي. الصين تتكلم عن السياده ومفهوم عدم الاستقرار الدول وعدم فرض الانظمه من الخارج. امريكا تدخل عسكريا، الصين تقول لا التدخلات العسكريه. يعني فكره الامريكا، واولا الصين تقول يعني فكره التعدديه الدوليه واللواء ويعني التعاون الجماعي الدولي. حتى في التغير المناخي، يعني في الوقت الذي انسحب فيه ترامب من فكره التغير المناخي، كانت الصين مع فرنسا تقود فكره يعني تقليل الانبعاثات الحراريه. وحتى الرئيس الصيني اعلن في خطابه في الامم المتحده عن يعني وقف تزويد الفحم الى خارج الصين للدول الاخرى. بمعنى اخر ان الصين تحاول ان تقول انها البديل الافضل لامريكا، انها قطب ولكن لن يكون على الطريقه الامريكيه. وليس طبعا بالطبع ليس طريقه الاتحاد السوفيتي، ولكن قطب يقول انه مع التنميه، مع طريق الحرير. الصين لديها مصالح ضخمه. صحيح. يعني مع دول كثيره. وبالتالي الصين بتلوي بنفسها عن اولا التدخل العسكري بشكل مباشر، الامر الثاني فكره حساسيات التدخلات لفرض انظمه او فيما يتعلق بهذه القضايا. اي هي علقت الصين على اتفاقيه الاوكوس بانه قالت انه الولايات المتحده هكذا تعيدنا الى اجواء الحرب البارده عفى عليها الزمن. صحيح. التي عفى عليها الزمن في القرن الماضي. طيب كيف تتعامل الصين مع هذه التهديدات؟ يعني هي تنمي من نفسها اقتصاديا، تحاول ان تنمي من نفسها عسكريا، هي تعمل في صمت، لكن كيف يعني تعمل على احتواء كل هذه الأزمات التي تجعلها الولايات المتحدة تقترب رويدا رويدا من أراضيها؟ أولا الصين تتبع سياسة العين بالعين والسن بالسن، وكما يقول بدل أظلم. يعني بقى عندما قام ترامب بفرض حرب اقتصادية على الصين ورسوم التجارية، ردت الصين بالمثل وفرضت رسوم تجارية أشد وطأة على 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 أمريكا، لدرجة أن الرسوم الصينية على وقتها كانت رسمت على المنتجات الزراعية الصينية الأمريكية ومنها فول الصويا تحديدا. هذا كان أحد أسباب خسارة ترامب. يعني هذا الأمر كان أحد أسباب خسارة ترامب، لأن ترامب خسر حتى الولايات التقليدية التي بسبب سياساته في الحماية والرسوم الجمركية تأثرت الصناعات في أمريكا، تأثرت قطاعات زراعية بزيادة تصدير الفول اللي كانت تصدر للصين، وهذا أثر أيضا سلبي على ترامب، فقد الولايات التقليدية يعني تصوت للجمهوريين. وبالتالي الصين تهدد بقوة على أمريكا.
عندما تتخذ الصين عقوبات ضد مسؤولين صينيين، تقوم الصين بالرد ايضا بفرض عقوبات على مسؤولين امريكيين. وبالتالي هنا عندما تاتي امريكا وفي عرين الصين في بحر الصين الجنوبي ومنطقه المحيط الهادي والهندي وتعمل تحالفات، هنا الصين تقوم ايضا بابداء يعني اكثر شراسه والدفاع، اولا من خلال تطوير قدراتها العسكريه، من خلال الانتشار العسكري، من خلال يعني اتباع سياسه اشد قوه وفرض ما يسمى الخطوط الحمراء، فرض الهيمنه على مضيق تايوان، وده مضيق مهم جدا يعني يمر به 40% من التجاره العالميه واكثر من يعني استثمارات تقريبا ما يقدر 14 تريليون دولار يعني من استثمارات ومن حركه تجاره ومن يعني من تنميه في هذه المنطقه الحيويه من العالم. وبالتالي الصين تقول انها تتبع سياسه رد الفعل، ليست مهاجمه، ليست دوله عدائيه، ليست دوله مهيمنه، لكنها تحمي نفسها، لكنها تحمي نفسها ولديها القدره. فهي تسير على مستويين، مستوى البناء القدرات، وهي تسير بشكل يعني ذكي وبشكل يعني قوي وبشكل متسارع جدا، لان الميزانيه العسكريه قفزت من 2019 من 180 مليار دولار الى 300 مليار دولار في عام واحد في اول 21. وبالتالي هذا يعني ايه؟ ان الصين بتسير بالقوه الاكبر. الصين تقول انها خطوط حمراء. الصين وامريكا تحاربان في ملفات بالحروب بالوكاله، بمعنى ان امريكا تضغط على الصين من خلال اوراق مثل هونغ كونغ، موضوع الديمقراطيه وحقوق الانسان، ايضا موضوع تايوان وتايوان. في المقابل امريكا تستخدم اوراق مثل كوريا الشماليه، مثل ملف النووي الايراني وغيرها في الضغط على الجانب الامريكي. هناك ايضا تنافس في سوريا، في ازمات عديده، ايضا مجلس الامن الدولي احد ساحات النفوذ والحرب، يعني ليس حرب عسكريه لكن حرب الفيتو. يعني امريكا تستخدم الفيتو، وايضا الصين تستخدم الفيتو في ملفات تمسها. وبالتالي هذا بيعني ان الصين الان اصبح لديها من الادوات والاليات والقوه التي تستطيع ان ترد على اي تحركات امريكيه. طيب ماذا عن الكتله الاوروبيه؟ يعني كيف ستستطيع هي الاخرى ان يكون لها رد فعل تجاه الممارسات الامريكيه؟ كانت اخرها اتفاقيه الاوكس اغضبت الاوروبيين، لكن هل هنا لعبه المصالح تحكمهم ام ان الاوروبيين قادرين بالفعل على الافلات من العباءه الامريكيه؟ يعني في الواقع انت اشرتي المصالح الان بتحكم كل علاقات الدول، يعني امريكا الصين اوروبا المصالح الاقتصاديه. نحن في حرب جديده او يعني نظام عالمي يقوم على فكره الاقتصاد هو الاساس، قود السياسه. الاوروبيين لديهم مشكله حقيقيه. اولا الاوروبيين ناس يعني كتله لكنهم غير موحدين المواقف، يعني اوروبا بتكلم عن 27 دوله. صحيح. وبالتالي الصين دوله واحده تستطيع ان ترسم سياسات قوه تحركات، الامريكا قوه واحده، لكن المشكله ان الاوروبيين 27 دوله حتى اقتصاديا هناك في يعني مشاكل، يعني بعد الخروج البريطاني هناك الان يعني تصاعد يوم متطرف وتصدع الاتحاد الاوروبي، هناك دول يعني توجهات نحو يعني خروج ايضا من الاتحاد الاوروبي، وبالتالي يواجه مشكلات عديده. الامر الثاني ان الاتحاد الاوروبي هو يقع بين مطرقه المسمى هذه الحرب وهذا النفوذ وهذا الصراع الاستراتيجي العالمي، روسيا والصين من ناحيه وبين امريكا من ناحيه اخرى، ولديه علاقات شراكه وتحالف تقليدي مع امريكا سواء عبر حلف الناتو او عبر الحلف الاطلسي او حتى المنظومه الغربيه التقليديه، وفي ذات الوقت لديه مصالح مع الصين ومع روسيا. وبالتالي حتى فرنسا والاوروبيين يعني في قمتهم الاخيره يعني كان تصريح شهير يوزيب بريل ان الصين ليست عدو الأوروبا، ليست عدو استراتيجي، ولكن هناك علاقات مع أن الآن تعاون في مجال التغير المناخي، هناك علاقات اقتصادية جبارة بين الصين والاتحاد الأوروبي. أيضا عندما ضغطت أمريكا على الأوروبيين حتى إبان ترامب حتى إبان بايدن على وقف خط السيل الشمالي من روسيا على أساس يكون البديل هو الغاز الأمريكي، رفض الأوروبيين وأعلى مصالحهم وقالوا أن هذه تكلفة عالية بالنسبة للغاز الأمريكي. أيضا مع الصين اعتقد ايضا الاوروبيين بداوا يعلوا المصالح الاقتصاديه للتعامل مع الصين، لكن ما فاقم الامر حقيقه هو ان الاوروبيين لم يعد يثقوا في الحليف الامريكي. يعني اكثر من ازمه اثبتت ان الحليف الامريكي لا يمكن الاعتماد عليه امنيا او عسكريا. طيب سؤالي الاخير عن روسيا. اين روسيا في كل ما يجري من تغيرات دوليه؟ هل هي ستتجه الى الصين ويكون التقارب بينهما هو تحالف في مواجهة القوى الأمريكية، أم ما هي الأدوات التي ستعتمد عليها روسيا؟ يعني أولا الصين يعني روسيا عفوا هي رغم أن بها التباينات يعني اختلافات ربما يعني ليست متطابقة مع الصين، لكن يجمعهما قسم مشترك هو مواجهة النفوذ الأمريكي أو تحجيم القوى الأمريكية. لديهم هدف مشترك أيضا هو إقامة نظام دولي متعدد الأقطاب يكون فيه روسيا والصين جانب أمريكا. لكن روسيا ربما يعني لديها القوة العسكرية لكن لديها مشكلة اقتصادية، وهناك تنافس ايضا استراتيجي اقتصادي ما بين الصين وما بين روسيا. يعني حتى طريق الحرير الصين حتى يعني روسيا لسه مرتاحة فيه يعني كثيرا لان ايضا هناك، لكن مع ذلك يسمى تقاطع المسارات، يعني لديهم مصالح في التعاون في التقارب وليس التحالف. يعني هناك التحالف عبر منظمة شنغهاي
تضم الصين وروسيا، واعلنت مؤخرا ايضا التنسيق متعلق ب يعني المجال الحيوي، بمعنى هناك اتفاق بين الصين وروسيا على حمايه المجال الحيوي لكل من الدولتين. روسيا فيما يتعلق اوكرانيا وعدم تمدد الحلف الناتو شرقا او تهديد روسيا مباشره، وايضا الصين عدم التمدد الامريكي والوجود العسكري الامريكي الذي طبعا كرسته الاتفاقيه الاخيره في منطقه بحر الصين الجنوبي. وبالتالي هنا روسيا تسعى اولا للاستفاده، وهنا النقطه المهمه، من التنافس الامريكي الصين والاستفاده من خلال طبعا التقارب مع الصين واستخدام القوه الصينيه، وفي ذات الوقت عدم ايضا الدخول في صدام مع الجانب الامريكي. يعني وفي نفس الوقت بناء تحالفات مع الاوروبيين. بمعنى اخر ان الصين روسيا ليست روسيا الاتحاد السوفيتي الايديولوجيه الشيوعيه الاشتراكيه، ولكن روسيا الان بمنطلق الاقتصاد تحاول ان تعظم مصالحها اما بالتقارب مع الصين او احيانا بالتقاطع مع امريكا في بعض الملفات، والاهم ايضا عدم بناء شراكات مع الجانب الاوروبي بما يضمن القوة الصينية والقوة الروسية واستمرار صعود روسيا كقطب له دور مؤثر في النظام الدولي. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور احمد سيد احمد الخبير في الشؤون الدولية والامريكية بالاهرام على وجودك معنا على كل هذا التحليل للشؤون الدولية. شكرا جزيلا لحضرتك، ونشكركم ايضا مشاهدينا على متابعتنا في حلقة اليوم من خطوطنا.